إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناتكم زادق تي في ومدونتكم على الفيسبوك مدونة زادق تي في. اليوم جبنا لكم أبليكاسيون اللي كيحلموا بها بزاف تاع الشباب المغربي وبزاف تاع الناس الموهوبة اللي عندهم موهبة الغناء، وحتى الناس اللي ما عندهمش موهبة الغناء وكيبغيو أنهم يغنيوا ويوصلوا الصوت ديالهم، فكذلك يمكن لهم استعمال هذا التطبيق، لأنه التطبيق كيجمل الصوت ديالهم وكيعطيهم الإمكانية أنهم يصبحوا مغنيين رغم أن الصوت ديالهم مش مزيان. وغادي تشوفوا بالدليل القاطع أنني أنا ما عنديش صوت، ولكن تمكنت من تسجيل واحد القطعة غنائية كان أعتقد أنها متوسطة إلى حد ما، أحسن من أنني نسجلها بدون هذا التطبيق. الآن نمر إلى تحميل التطبيق ونضغط على البلاي ستور ثم نكتب فولوكو ثم نضغط على زر ريسيرش، سيعطينا التطبيق فولوكو، سنقوم بإدخاله ثم نقوم بتحميل التطبيق من متجر بلاي ستور. هذا التطبيق تم تحميله أكثر من 1,000,000 مرة، حاصل على تنقيط 3.8، يعني التطبيق جيد نوعا ما. سنقوم الآن بفتح التطبيق. هذا التطبيق يتطلب أن يكون لديك سماعة أذن لتسمع نفسك وأنت تسجل الصوت، يعني تسمع صدى صوتك في السماعات، في حين يمكنك كذلك عدم استعمال السماعات، فقط الضغط على أوكي ويمكن لك كذلك التسجيل. هذه النقطة هنا الهارتيون، وهو يمكن لك يتيح لك تغيير الطون الموسيقي، كذلك هذا السلم الموسيقي الجام ماجور، وهنا يمكن لك سماع الموسيقى. بالضغط على الزر الأحمر يمكن لك بداية التسجيل. هنا ستجد كل القطعات الموسيقية التي تقوم بتسجيلها وحفظها، إذا لم تحفظها فإنها ستضيع منك، لذلك إذا حفظتها في الجهاز ستجدها هنا بإذن الله. الآن سنمر إلى شرح التطبيق. كما قلنا أن هذا هو السلم الموسيقي، فيه العديد من النوتات التي يمكن لك تغييرها حسب صوتك أو حسب قدرتك الغنائية. هنا كذلك يمكن لك تغيير الطون الموسيقي أو لاغام كما تعرف باللغة الموسيقية. والآن سنشرح هنا في هذه الكاميرا يمكن لك تسجيل فيديو كليب، وفي هذه الدائرة الحمراء بداية تسجيل الصوت. الآن سأقوم بالتسجيل، سأرى هنا في ليس هنالك أي أغنية تم تسجيلها. الآن لا أعرف إن كان يمكنني التسجيل بالضغط على الزر الأحمر، لأنني أقوم باستغلال الميكروفون في شاشة تسجيل هذا الفيديو، لذلك سيعطيني خلل من نوع ما. لن يقوم كما تشاهدون هنالك خط مستقيم فوق لا يتحرك، ما يعني أنني لا يمكنني التسجيل، لذلك يبقوا معنا. سأسجل الآن قمت بتسجيل صوتي خارج التطبيق طبعا. الآن ستسمعون كيف نتيجة هذا التسجيل الموسيقي. سألون عليها وجيبوا لإخبارها، إلا راهي مغبونة ولا راهي مهنية، ولا ما زال هاتشب التالية، ولا خلاص راهي ناسيا. ما تحكولهاش واش راه صاري فيا،
مني نبكي كي نتوحشها ماشي لا ولات لسي تقدر تبغيني ماشي باسكو شفيتها ومازال مازال عشقك في البال ننساك محال ياللي نسيتينا ويلا طوالت لامار وتكتبت القدار بلاك شنار تقسي علينا ومازال مازال عشقك في البال ننساك محال ياللي نسيتينا. أنا أؤكد لكم أن الصوت ديالي لا يمت للغناء بصلة، لكن على الأقل أعتبر أن النتيجة متوسطة إلى حد ما، فما بالك إذا كان لديك صوت جميل ويقوم التطبيق بتجميل صوتك أكثر فأكثر، فيمكن لك أن تصبح بكل بساطة فنان أو تسجل أغنياتك التي تريدها باستعمالك لهذا التطبيق. أؤكد لك أن التطبيق هو احترافي للغاية، تطبيق جميل ورائع جدا. إلى ذلك الحين لا تبخلوا علينا كما قلت سابقا بالضغط على زر أبونمون أو سبسكرايب أو تسجيل والضغط على الجرس لتتوصل بجديد قناتنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى فيديو جديد بإذن الله.